للكشف عن شوارد النحاس الموجودة في محلول كبريتات النحاس. نأخذ أنبوبي اختبار ونضع في كل واحد منهما قليل من محلول كبريتات النحاس. إذن نقوم بإضافة ماء مقطر إلى أحداهما، أحد الأنبوبين، حتى يصبح مخففا. ولاحظ نلاحظ الطلبة الآن، إذا هذا غير مخف، هذا الأنبوب الثاني هو كبريتات النحاس ولكنه مخفف. من أجل الكشف عن شوائد النحاس موجودة في محلول كبريتات النحاس نستعمل محلول هيدروكسيد الصوديوم، نأخذ كمية منه ونضيفها، نضعها في أنبوب اختبار، ثم نأتي بالأنبوب الذي وضعنا فيه محلول كبريتات النحاس ونضيف له قطرات من هيدروكسيد الصوديوم NaOH. لاحظوا كيف يتكون لدينا راسب أزرق. لو أخذت الأنبوب الثاني، لاحظوا اللون هنا شفاف، كذلك وأضيف له قطرات من هيدروكسيد الصوديوم ونشاهد. إذن لاحظ كذلك الآن الراسب الأزرق. الراسب الأزرق هذا أو هذا هو هيدروكسيد النحاس الثنائي. فإذا ما أضفنا إلى محلول ما قطرات من هيدروكسيد الصوديوم وأعطانا راسب أزرق، فهذا يدل على وجود شوائد النحاس الثنائي في ذلك المحلول. للكشف عن شوائد الحديد الثلاثي لدينا كبريتات الحديد الثلاثي، انظروا لونها برتقالي. نضع قليل منها في أنبوب اختبار الأول، ها هو، ثم في أنبوب اختبار ثاني قليل منها، نضيفه إلى من أجل تخفيفها، نضيف ماء مقطرا. لاحظوا الآن اللون أصبح لون شفاف، بينما هذا لون برتقالي. نأخذ كذلك نفس الشيء هيدروكسيد الصوديوم، يعني نفس الكشف السابق، ونضيف إلى كلا الأنبوبين قطرات منه ونلاحظوا ماذا. الآن لاحظوا راسب صدئي، راسب صدئي، وهنا كذلك. راسب الصدئي. الآن لو تركنا العملية لمدة طويلة نلاحظ الشكل الآتي، ها هو الراسب الصدئي وهنا كذلك، ها راسب صدئي. هذا المركز نوعا ما وهذا المخفف. إذا هو إذا يعني معنى هذا ومعنى هذا، إذا كان لدينا محلول وأضفنا له هيدروكسيد صوديوم وتحصلنا على محلول على راسب صدئي أحمر صدئي، فمعنى هذا أن المحلول يحتوي على شوائد الحديد الثلاثي كما تلاحظ. ها هنا شوائد راسب وهيدروكسيد الحديد الثلاثي. لدينا في هذا الأنبوب كلور الحديد الثنائي كما تلاحظون أخضر اللون. أخذ عينة منه وأضيف لها كذلك هيدروكسيد الصوديوم، فنلاحظ ماذا إذن أضيف إلى كلور الحديد الثنائي قطرات من هيدروكسيد الصوديوم. الآن لاحظ الراسب لم يتكون الراسب، نضيف إلى الثاني ماء مقطرا
أصبح شفاف. ضفوا له كذلك هيدروكسيد الصوديوم. إذن لاحظوا الآن، ها هو الراسب الأخضر، ها هو الراسب الأخضر الذي تشاهدونه راسبا أخضر، هو هيدروكسيد الحديد الثنائي. هنا الآن أضيف قليل من، ربما حتى يظهر جيدا، نترك هذا الأنبوبين هنا. مثل السابق نقسم الأنبوب إلى مكلول مكلول إلى نصفين، نضيف إلى أحدهما ماذا نضيف؟ ماء مقطر. إذا لاحظوا معايا شف شف، نضيف إلى ماذا نضيف؟ كذلك الأرش نفس الكاشف السابق. إذا نضيف إلى الأول قطرات هيدروكسيد الصوديوم. الآن ها هو الراسب بقطرات أخرى، ليس أحمر، أولون أخ. هذا الثاني المحلول الممدد بكلور الحديد ثنائي، نضيف له قطرتين من أو قطرات لاحظوا الراسب الأخضر. هنا لاحظوا جيدا، راسب أخضر هو هيدروكسيد الحديد الثنائي، هيدروكسيد الحديد الثنائي. إذن لدينا كلور الزنك، كلور الزنك، نضيف له قطرات من هيدروكسيد الصوديوم، فما على ماذا نتحصل؟ راسب أبيض، راسب أبيض، لاحظوا الراسب الأبيض لهيدروكسيد الزنك، راسب اشفاء الكلور. نستعمل محلول NaCl ونضيف له قطرات من نترات الفضة، إذن لاحظوا أصبح أبيض. هذا الأنبوب سنتركه للضوء فيصبح أسمر اللون مثل ها هو الأنبوب الذي أضفنا له نترات الفضة لكشف انشواء الكلور كيف أصبح بعد تعرضه إلى ضوء الشمس، أصبح كشف عن الكبريتات. نستعمل كبريتات النحاس، نضيف لها ماء مقطرا لأجل التخفيف، ثم نضيف لها كاشف كلور الباريوم، كلور الباريوم، كلور الباريوم. لاحظوا الآن كيف تغير اللون إلى الأبيض، لون أبيض. أصبح أبيض.